اليوم عم نلقي اخر فيرمانانس ب اكيد خليل بيتذكر خليل عم يخبر معي انا ما بتذكر الا الشتاء سنه 93 اخر 93 بال 94 تاعك نزلت على روش خمر 94 هلا رفق الشاي والكعك اجوا معنا بلشنا فيهم هونيك مظبوط هلا انا اشوف بالنقل الجديد اذا حيكفي معنا شاي وكعك او رح ننتقل لشيء ثاني ما بعرف يمكن الكعك حسب السيركونستانس الكعك سي كلاسيك يعني شو رايك؟ ما بتطلع شيء جديد لا بس اهم شيء اهم شيء انه الاسبري رح يرفقنا وهالروح الطيبه الموجوده بيناتنا رح تبقى قلت له كان بفضلكم فضل كل شيف حتى من وقت الجمعيه بقى شانجمون حلو بيعطي سكوت كومب اي دي كومب بالضبط بيعطي حماس يعني بيطلع دائما لبعيد ما لازم نضل محل على امل هالشيء يكفي معنا وللكل ما فيني احكي خليل انبسطت